بسم الله، السلام عليكم إخواني المتتبعين. كما كتشوفوا إخواني المتتبعين، شيما فريغوريفيك، يعني الدرس غادي نكمل على شيما فريغوريفيك. ديجا صوبت وبيان شرحت جوج ديال لي شيما فريغوريفيك، ولكن لي زورغان ناقصين. اليوم غادي نزيد واحد جوج ولا ثلاثة ديال لي زورغان، غادي نزيدهم في هاد الشيما فريغوريفيك باش يقدر الناس اللي هما مبتدئين والناس اللي باغيين يستافدوا منها غادي يعرفوا الشيما فريغوريفيك دي شامب فرواد. يعني مينترا كتزيد للقدام، وإلا كتزيد كتغرق. إذن على بركة الله. عندنا كما العادة لو كومبريسور ici، لو كومبريسور كيكون حداه، يعني كومبريسور كيكون حداه لو موتور إلكتريك. يعني لو كومبريسور اي لو موتور الكتريك. اذا في لا سورتي او بيان لو روفولمون دان كومبريسور، دي هادي هذا لو روفولمون، لان لو موتور ا تروا اوريفيس، تروا اوريفيس. عندنا لو روفولمون، وعندنا l'aspiration، وعندنا l'orifice de charge ici. يعني في لو كومبريسور ديال لي ريفريجيراتور. اما بالنسبه لي شون فرواد فكيديو لي فان. يعني انا غادي نوضح هادشي هذا وغادي تفهموا معايا. اذا لا سورتي دو غوفولمون كتكون عندنا واحد لافان ايسي، لافان دو غوفولمون ديال لو كومبريسور. اذا الغاز كيمشي في هذا الاتجاه، هذا سي لو كوندنسور او بيان لو غادياتور. وهذا عملنا شي جوج ديال الدروس على هادشي هذا، ولكن لي زورغان ماشي مكملين. ضروري الانسان اللي هو مبتدئ وكيتبع للقناة ديالنا يقدر نزيدو نوصلو له افكار جديدة. اذا اخي المتتبع، لا سورتي ديال الرادياتور، لا سورتي ديال الرادياتور في لي شيما اللي دازو ما كناش عملنا لو ريزيرفوار دو ليكيد. اذا اليوم غادي نزيد لك واحد لورغان اخر كي سابيل لو ريزيرفوار دو ليكيد. لو ريزيرفوار كيكون في لا سورتي ديال لو كوندنسور. اذا لو كوندنسور هو هذا، ها هو لو كوندنسور. غادي نجيبو réservoir de liquide par ici. La sortie d'iel radiateur qui coupe, yani le refoulement, qui rouge à l'état vapeur, à l'état vapeur ou bien à l'état gazeux. Le compresseur refoule le fluide frigorigène à l'état gazeux ou bien à l'état vapeur. Yani qui charge le gaz, vapeur ou bien gaz. Qui amélie dire la condensation et la rejette le vidéo. Le vidéo est le fait tout. Radi tarfou le marahil qui fait qui transforme l'état physique de fluide frigorigène حتى كيخرج لينا ليكيد. يعني كيتحول من الفابور او بيان لو غاز
وكيخرج لينا من هنايا سي ليكيد. هذا هو الدور ديال الرادياتور، علاش عملوه هنايا. اذا باش ما نطولوش عليكم، الغرض ديالنا هو هاد الريزيرفوار عنده لونتري وعنده لا سورتي. اذا هذه هي لا سورتي ديال لو ريزيرفوار، حتى الريزيرفوار حتى هو يعني كيساعد الديتوندور لا ديتونت، يعني عنده واحد العلاقة مهمة بين لو ريزيرفوار اي لو ديتوندور. اذا في لا سورتي ديال لو ريزيرفوار ضروري كتكون عندنا هنايا لا فان مونطري لا سورتي. لا فان كتكون هنايا نورمالمون هافاين، يعني لاصقة في الخارجة هنايا. هادو سي تيون فان كتحل بكلي كلي موليت سيبون، يعني بلي كلي. الا بغيت مثلا باغ اكزومبل، غنعطيك مثال. الا بغيت مثلا غنحيد الرادياتور، عندي الرادياتور داز عليه التاريخ، بغيت نزولو اخي المبتدئ، سي فاسيل. غنشد هاد لافان، نشدها وغادي نشد فيرمي سات فان، غادي نحيد الشبكه وغادي نجيب الشبكه اخرى، وغادي نعمل العمليه ديال الفيدونج والعمليه ديالي كلشي، وغادي نرجع لي فان اون مارش. المهم هاد لي فان هادو عندهم واحد الدور مهم حتى في تيغاجو فيد، الى بغينا نخزنو الغاز، الى بغينا يعني بزاف د الحاجات. اذا يمكننا نقولوا لنا لافان دي بار ليكيد، لافان دو ريزيرفوار او بيان لافان دي بار ليكيد، لان فاش كيخرج لو غاز علي à l'état vapeur, qui est condensé, qui change ce l'état physique et qui transforme au liquide. Yani, من هاد لافان هادي jusqu'à ici, من هاد لافان هادي يعني liquide à 100%. Qui est liquide à 100%. إذا احنا زدنا le réservoir de liquide à أخي المبتدئ. وفي لا سورتي ديال الريزيرفوار كيجي لو فلتر، لو فلتر لو غاز كيمشي في هاد لو سونس. اذا هذا لو فلتر او بيان لو ديزيدراتور كي ابسورب دوميديتي اي دي زامبيرتي، يعني بحال شي لو فلتر لو فلتر ديال السيارات والالات الاخرى، يعني حتى الشونفرواد وبيان الثلاجه عندها لو فلتر ديالها الفلتراسيون. اذا فاش كيدوز لو غاز ليكيد كيدخل في لونتري ديال ديزيدراتور وكيخرج من لا سورتي، كيكون عندنا لو فوايون. هذا سي تون فويون، يعني هادي راه الجاجة. فاش كيدوز لو غاز في ديك الجاجة هاديك كنشوفو لو غاز، يعني بعينينا كيبان لينا الغاز راه كيدوز، راه حتى هو كيعاونك في الإصلاح وكيعاونك يعني واش لانستالاسيون مزيان واش لانستالاسيون ماشي مزيان. حتى هو عنده بزاف ديال المسائل باغ ليكسبيريونس يمكن لك تعرفهم. فاش كيكون من الداخل كولور ديالو ايفير كيعطيك الحالة ديال لانستالاسيون فريغوريفيك من الداخل، وفاش كيكون اليتا جون كيعطيك ليتا ديال لانستالاسيون فريغوريفيك من الداخل. هادشي من بعد نهضرو عليه، يعني اللي هو برانسيب وهو لو فويون كيبين لينا الغاز. كتمشي نتا كبغيتي تعرف لانستالاسيون ديالك واش كيدوز فيه الغاز مزيان ولا ما كيدوزش، يقدر يعطيك حتى لو مونك دو شارج، حتى لو مونك دو شارج دو لانستالاسيون، بلا مانومتر بلا مانيفولد بلا ريان دي تو. يمكن تمشي غير عند لو فويون الا شتي لي بيل،
شتي لي بول ما يسمى بالعربية الفقاعات، شتيهم كيبانو هنايا في ديك الزجاجة، عرف بأن راه لانستالاسيون ديالك إما مبوشي لو فيلتر، إما لا فويت الغاز كيخرج، إما مونك دو شارج، إما يعني كاينين بزاف ديال لي زانكونفينيون، بزاف ديال لي بروبليم. ألو إلا شتي لو ليكيد كيمشي بسرعة، يعني بحال الواد كيمشي بسرعة بحال الواد، ما كاينش لي بيل وما كاينش، عرف بأن راه لانستالاسيون ديالك اي تري بيان، اي بيان شارجي، كيعطيك واحد الفكرة بأن راه كلشي اون مارش غي من خلال التجربة والنظرة ديالك في هاد الدجاجة ديال لو فويون. الو حنا زدنا لك في هاد لو شيما اخي المبتدئ، جدنا لك ريزيرفوار، زدنا لك ريزيرفوار دو ليكيد à la sortie de condenseur. Et then, le gaz qui est chiffre de l'essence. Filtration, le voyant, puis mour le voyant. Amelna flichima li fetet. Amelna ma yusema bi détendeur par capillaire. Voilà qui fait chima hadi. Radin amlo. Momkin tamel détendeur thermostatique à égalisation de pression interne, ou bien le détendeur thermostatique à égalisation de pression interne. Yani kain les détendeurs fil anwa bzaf wala hasab champ froid wach positif wach négatif wach kain détendeur automatique, kain détendeur par capillaire, kain détendeur interne, kain détendeur externe. Ou baqi andna el waqt inshallah baqi ma wsalnahomchi nhadrou ala chak organe باش نعرفو كيفاش كيتفونكسيونا. الو ابري لو فويون كنجبرو ديتوندور انترن او بيان اكسترن، لو ديتوندور سي سولوي لا، هذا هو الرمز اخي المبتدئ ديال ديتوندور في لي شيما فريغوريفيك. الى عندك شي شيما شي نهار عيد كدا بغيتي، هذا هو لو سيمبول دو ديتوندور interne ou bien externe. C'est le symbole. Mais le symbole c'est le capillaire. Galivan qui compte les réfrigérateurs, les comptoirs, les immeubles de froid et les climatisations. Mais les chambres froides, c'est le symbole du détendeur. Il aime la sortie du détendeur. La sortie du détendeur. غادي يدخل ليفابوراتور، غادي نفرقو ليفابوراتور و الكوندنسور، هذا غادي نعملوه سيركولير وهذا غادي نعملوه بلان، يعني بحال لي تريونغل. إذن هذه هي لا سوغتي، هذه هي لا سوغتي. غادي نخلي شي حاجة دلي سباس باش غادي نزيد تمايا شي حاجة. اخي المبتدئ هذا هو ليفابوراتور، طيب باش تكمل الفكره يمكن لك ترسم هذا الشيء معايا، وغادي تتقن داك الشيء نتايا بستيلو احمر وستيلو جون ستيلو كذا، وتكتب السميات ديالهم وتكتب شويه بشويه. اذا هذا ايفابوراتور، ايفابوراتور يعني فاش كنشوفوا لو غاز بيان شارجي كي يدخل في الديتوندور، الديتوندور كيخرج لينا هنايا ليكيد 100% ليكيد 100%، يعني ليفابوراتور لونتري ديالو غادي يدخل عندو اليتا ليكيد، لونتري ديال الكوندنسور ليتا غازو، سي لانفيرس ليفابوراتور و الكوندنسور لانفيرس، ها هو غادي يدخل هنايا ليكيد اليتا ليكيد، اذا غادي يخرج اليتا فابور à l'état gazeux. Et là, il sort à l'état liquide. Yani l'inverse du radiateur. Alors, je vais vous montrer le bulbe. Le bulbe de détendeur. Le bulbe de détendeur, c'est très important. On va vous montrer le symbole de l'eau. Qui est là, qui est là. Qui est là. Et là, le bulbe.
qui يمشي لا سورتي كي يمشي ابري لو سيفون دويل قبل ديك الدوره ديال الزيت داك الدوره ديال روتور دويل او كومبريسور او بيان بور اليميني باش نحيدوها كيجي قبل منا يعني كيكون لو بيلب دو تيتوندور بريسوستاتيك عاد كتجي داك السيفون ديال الويل إذن غادي يجي اخي المبتدئ ها فاهم في لاسورتي ديال ليفابوراتور حنا غادي نعملو لهنايا ها فاهم غادي نحسبو هادي هي لاسورتي فين ما عندك لاسورتي دو ليفابوراتور تما غادي تنزل هاد لي بيلب ديال الديتوندور بغيتي تدوزو من هنا بغيتي تدوزو من هنا بغيتي تدوزو من هنا وحتى هو كيدي لي ريغلاج وباقي غادي نهضرو على لي ريغلاج وحتى هاد الديتوندور هاد لي بيلب اللي كينزل على لاسبيراسيون راه حتى هو عنده كيفاش كينزل على حساب ليبيسور او بيان ديامتر دو كويفر اللي عندنا هنايا واش غادي نحطوه على واحد ولا غنحطوه على جوج ولا نحطوه على ثلاثة عنده كيفاش كيتركب دابا غادي نكتفوا بان الديتوندور هو لو سيمبول ديالو وغادي نكتفوا بهاد لو بيل كيجي في لاسبيراسيون عفاين فين وصلنا اذا ادخل اليتا ليكيد ادخل هنايا اليتا ليكيد غادي يخرج لينا اليتا غاز العكس ديال الرادياتور دخل الغاز خرج الليكيد لانفيرس شانجمون ديتا فيزيك دو فلويد فريغوريجي اذا كاين واحد لورغان ما نعرفش واش غيتسع عليه هنايا باقي الحاجه اللي هي برانسيب اللي بغيت نهضر عليها اليوم وهو الريزيروار او 3 فان ديال لو شيما عندنا اخواني المتتبعين غادي تسمحوا لنا راه كاين هنايا ما عنديش لي سباس بزاف غيكون هنايا غتكون هنايا لاسبيراسيون كتجي من هنا ها هي حنا قلنا لكم راه لو موتور عنده 3 فيس ها اسبيراسيون غادي نعملو لها ا غوفولمون ونعملو لها ار هذا كي اسبيري يعني كيجبد اذا لاسبيراسيون دابا الموتور خصو اسبيري من لاسورتي ديال ما عرفتش واش كتبان نشوف واش كتبان لو فوالا هادي غادي نعملها صغيره ماشي مشكل هادي لا بوتاي اونتي كود ليكيد اخي المبتدئ لا بوتاي اونتي كود ليكيد لان لاول مره غادي نعمل الشيما غنعمل فيها لو ريزيرفوار في لاسورتي ديال الكوندونسور ورد بالك معايا la bouteille anti-coup de liquide في la sortie ديال l'évaporateur يعني la bouteille هنا la bouteille هنا إذن غادي نجيبو la sortie ديال l'évaporateur غادي نجيب لينا à l'état gazeux غادي نخويه لينا في la bouteille ومن la bouteille غادي يمشي l'aspiration كنظن بأن الشمارة واضحة اللي تبعتو معايا من الاول وعملتي الشيما ديالك بستيلو اخي المبتدئ يعني اللي عنده الغرض يعرف المخططات وبين لي شيما دو كوموند دو بويسونس دو فريغوريفيك غادي يتبع معنا هو غينظم راسو بوحدو اذا من لا سورتي ديال لي فابوراتور لو غاز كيكون اليتا غازو كيخرج كيمشي هي الاولانيه ما كيمشيش لو كومبريسور ديريكت كيمشي ديريكت لا بوتاي اونتي كود ليكيد وكيخرج من لا بوتاي اونتي كود ليكيد كيمشي لاسبيراسيون افاي اذا نسينا واحد الحاجه باش ما نساوهاش تري امبورطون فان داسبيراسيون فان داسبيراسيون دو فوالا هي لا فان داسبيراسيون كيما كتشوفوا الخوان المشاهدين عندنا لا فان دي بار ليكيد عندنا لا فان دو غوفولمون عندنا لا فان داسبيراسيون هافينيتي اذا هادو هما لي فان الا بغيتي تشارجي
le gaz, il a vu qu'il t'amène le tirage au vide, il a vu qu'il t'amène. هي حاجة هذا هو مريضان. إذا غادي نكتفي بهذا القدر، كنظن بأن هذا الشيء راه واضح. لو كومبريسور افيك لو موتور اكاج دي كوراي 220 فولت او فيان 380، لو موتور روفول، لافان دو روفولمون، لا كوندونساسيون كي يدخل لتا غازو كي يخرج لتا ليكيد كيمشي لا بوتاي دو ريزيرفوار في لونتري، وفي لا سورتي ديال لا بوتاي كتكون عندنا لافان، لافان دي بار ليكيد، هي هادي بحال هادي نيت يعني ريغلابل بار لو سيبون بار لي كلي. الغاز كيمشي في هاد لو سونس كيتفلترا او بيان كيتيزيدراتاسيون ايسي في لو فلتر، بوي لو فويون باش كنشوفوا الغاز واش دايز ولا ما كاينش نهائيا، ما كيبان لناش هنايا ولا عندنا النقص ديال الغاز ولا عندنا اكسي تشارج ولا عندنا واش لانستالاسيون موسخ، واش اي حاجه كيعطيها لنا هاد فويون غي ليكسبيريونس و بشوفه يعني بعينك غتشوف هاد الدجاجه هادي كيدخل في الديتوندور، الديتوندور كيدخل في ليفابوراتور بار دي تشوت دو بريسيون في لونتري ديال ليفابوراتور، لي تشوت دو بريسيون ليكيد و بروفوك ليكاليزاسيون دو بريسيون اللي كيحول يعني الضغط العالي كيحولو للضغط المرتفع، هو هاد الديتوندور هذا. هنا كيكون عندنا الضغط مرتفع جدا هنايا في هاد الاتجاه، وفاش كيوصل للديتوندور كيحبس داك الضغط الديتوندور. علاش كيكون هنايا الريزيروار؟ لان داك لا بريسيون وديك الجهد وديك القوه اللي كتجي للديتوندور هنايا وهو كيخرج داكشي غي بو ا بو، كترجع داك لا بريسيون وداك الغاز كيبقى ينتظر ها فينتي هنايا، يعني كيبقى ينتظر. كيفاش غادي نقولوا له؟ يغذي، كيحبس عنده الغاز ويغذي الديتوندور شيئا فشيئا، يعني كيعطيه القياس ديالو شويه بشويه، كيخرج له لا بريسيون ليكيد يسي شي حاجه شي حاجه، الديتوندور كيدوز له غاز داكشي اللي بغا هو باش غيخلي الضغط المرتفع في هاد الجهه هادي، وغادي يدخل في الضغط المنخفض باش الغاز غادي يدخل لتا ليكيد وغادي يخرج لينا هنايا لتا غازو، غادي يمشي لا بوتاي اونتي كود ليكيد بوي ا لاسبيراسيون باش كيرجع الغاز للموتور لتا فابور. ان الموتور خصو يدخل عنده الفابور وغيخرج الفابور، ممنوع الليكيد في الموتور، ممنوع يخرج الليكيد ويدخل الليكيد. غاز ها هو غاز، رجع عنده غاز، شتي رجع غاز خرج غاز. اذا اخواني المتتبعين، اخواني المشاهدين، اخواني المبتدئين، نكتفي بهذا القدر ونشكركم جميعا، الى فرصة قادمة ان شاء الله.